على موضوع حسام حسن. احنا معانا مدرب ما خدش بطولة. انما الناس كلها كل ما يحصل حاجة يقول لك نجيب حسام حسن. فأرجو ان انا افكر حضراتكم ان حسام حسن هو اختيار الجماهير المصرية، عشان محدش يجي يقول بعد كده ايه مين اللي جابه، زي ما قالوا على اللي قبليه مين اللي جابه. فاللي جابه زن المصريين، هتقولنا حسام حسن، ما تخش بحسام حسن، ده هو حسام حسن اللي يعرف يربيهم، هو حسام حسن اللي يعرف يظبطهم، هو حسام حسن اللي عنده الروح، هاتوا حسام وابراهيم. فانا بس بذكركم البدايه ان حسام حسن وابراهيم حسن هو اختيار المصريين المفضل وزن المصريين المفضل. انا ما اعرفش ان المدرب روح، حكايه ان روح دي والحماس واصله عارفهم ولما يزعق لهم وهيخافوا منهم، اصل حسام ما بيرحمش. هو احنا جايبين مدرب ولا جايبين مدير مدرسه؟ احنا جايبين حد عنده خطط، حد عنده اساليب تدريب، حد عنده مدربين احمال، حد الراجل ده جاي يلعب اربع ماتشات، جاي يلعب ايه اربع ماتشات. فارجوكم الماتشات وكاس العالم وان انت توصل وبتاع ملوش علاقة لا بالروح ولا بالحماس ولا انك مصري ولا ان ابويا مصري ولا اي حاجة. ومتحملونهاش جميلة انه هيعامل صلاح كويس، مش جميلة يعني، طبيعي تعامل صلاح وغير صلاح كويس، يعني مش حاجة يتقال يا جماعة معقولة ده احنا هناخد بالنا منه، بس ياخد باله احنا بقى ما بندلع. الله، انت بتهدد ولا بتطبطب ولا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هي جميلة انك هتعامل احسن لاعب في تاريخ مصر كويس؟ جميلة يعني؟ ده صلاح. ايوه في لعيبة ليها وزن، زي ما كريستيانو في البرتغال، زي ميسي في الارجنتين، زي نيمار في البرازيل، ليه كيان، ليه مكانه. ما ينفعش تجيبه من اول كده تقول له بقولك ايه انت زيك زي، لا مفيش حاجه كده، انا مش زي زي دول كلهم، لا انا مش زي زي دول كلهم، امال انت جايبني ليه؟ وصلاح جه وصلاح، طب ما هو لو صلاح ما يساويش كده ما كنتوش قلبت الدنيا، وهو الراجل طلع فعلا عنده حق لغايه النهارده ما لعبش، يعني كنتوا ظالمينه ظلم باين، لا بكره احتمال يلعب احتمال. والبطوله خلصت بقالها ايه؟ سنين خلاص. ده انت لو كنت وصلت النهائي يعني. فارجوكم، انا بالنسبه لي حسام وابراهيم حسن ايه؟ نتائج. ايه النتيجه؟ جبت نتائج كويسه انا مبسوط، ما جبتش نتائج كويسه متشكرين قوي. وانت ما قدامكش مشوار صعب يعني، مش حاجه مشكله. انما الروح يقول لك شفت الروح، شفت الـ الغيره على مصر. طب هو المدربين الاجانب اللي كانوا بيلعبوا مع كل الفرق التانية ما كانش عندهم غيره على الفرق اللي هم بيلعبوا فيها؟ يعني هو كلوب ده الالماني اللي بيلعب مع فريق انجليزي عنده غيره على ليفربول؟ توخيل اللي قلب الدنيا في بايرن ميونخ ده واحتمال يمشوه، هو مع وهو الماني ما عندوش غيره على الفرق الالماني؟ يا جماعه الكره مش كده، الكره مش كده.
كرة خطط، كرة دراسة، الكرة رخصة دولية، الكرة دورات خدتها في التدريب، الكرة بطولات عملتها. حسام أعظم لعيب في تاريخ مصر، من أعظم اللعيبة، أرقام وإحصائيات وكل حاجة. بس كمان في حاجة مهمة اسمها إيه؟ الصفات الثابتة في الظروف المتغيرة. يعني أنت شايفه كده في المؤتمر الصحفي هادي ونادي وجميل، حطه تحت ضغط بقى، مش مرة حد يقول بقى الحقيقة ويتكلم. مشكلة حسام إيه وإبراهيم؟ إن تحت الضغط يظهر أسوأ ما فيهم، هم لا يستطيعوا العمل تحت ضغط، ولذلك يجب إن هم يتصرفوا بطريقة أو بأخرى إن هم يعرفوا يعيشوا تحت الضغط. وعندما تكون مدربا لمنتخب مصر وداخل تصفيات كأس العالم، أنت تحت ضغط بين، ويجب أن تتحمل كل أنواع الضغوط. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه مع جونكوره. نصائح عمرو اديب لحسام وابراهيم حسن اللي اعلن رسميا توليهم لمنتخب مصر، وهو الكابتن حسام رجل هذه المرحله. الكابتن عمرو اديب بيقول الناس دي ما بتعرفش تلعب تحت ضغط، الناس دي مضغوطه طول عمرها وهي اللي بتضغط نفسها ودايما بتتحدى نفسها. وحسام حسن وابراهيم حسن من الرجال اللي عندهم تحدي لنفسهم. الراجل لما بيلعب طاولة ويتغلب بيزعل، الراجل عنده حماس، شفنا اتكلم كويس على صلاح في المؤتمر واتكلم، وشفنا هو بيتكرم مع اساطير افريقيا ويعرف قيمة منتخب مصر. اسمع رأيك في كومنتات، تحياتي احمد الخواجة.